في اجتماع طارئ لمندوبي حلف شمال الأطلسي بناء على طلب أنقرة، حذر قائد الحلف روسيا من تكرار تصعيد التوتر مع الحلف في عقاب انتهاك طائرة حربية روسية الأجواء التركية. يأتي هذا بعد إعلان تركيا أن اثنتين من طائراتها اعترضتا طائرة مقاتلة روسية من طراز ماك 29 انتهكت المجال الجوي التركي فوق محافظة هاتاي على الحدود مع سوريا وأرغمتها على الانسحاب. واستدعت وزارة الخارجية التركية السفير الروسي في أنقرة وأبلغته احتجاج تركيا الشديد على الحادثة، مطالبة موسكو بتفادي تكرار مثل هذا الأمر. وحملت أنقرة روسيا المسؤولية عن أي حادث غير مرغوب فيه قد يقع مستقبلا بحسب ما ورد في بيان الخارجية التركية. ينضم إلينا من إسطنبول مراسلنا أحمد غنام. أحمد مرحبا بك. إذا عقب هذا الاجتماع لحلف شمال الأطلسي، كيف يمكن أن يتم دعم تركيا في موقفها المناهض لاختراق أجوائها الجوية؟ نعم نادين، هذه الاختراقات الجوية حصلت بنفس المكان بنفس المنطقة في مدينة هاتاي بالقرب من منطقة مضايا في الموجودة على الساحل بريف اللاذقية قبل سنة تقريبا، وأسقطت المقاتلات الدفاعات الجوية التركية طائرة حربية تتبع للنظام السوري، وقبل عامين تقريبا أيضا أسقطت مروحية بنفس المكان، لأن المكان هو عبارة عن جيب من الأراضي السورية يدخل داخل الأراضي التركية، ما يضطر القصف حينما يكون القصف على تلك المنطقة حيث يتواجد عدة مشافي تتبع لجهات غير رسمية من الجمعيات ونظام المجتمع المدني. عندما يتم القصف تلك النقطة بالتالي من الضروري أن تدخل الطائرة المقاتلة إلى داخل الأراضي التركية واختراق الأجواء التركية. أيضا رئيس الوزراء أحمد داود أغلو عبر عن انزعاج بلاده من هذا الأمر، وأنهم تكلموا أنه تكلم مع رئاسة الأركان التركية وأعطوا تعليمات للدفاع التركي بتطبيق قواعد الاشتباك في حال تم اختراق من أي أحد سواء الطائرات الروسية أو طائرات النظام. حتى أيضا حدد في كلمة مزعجة جدا، قال أنه لو تم اختراق طائر من الجهة السورية سيتم قصفه من قبل الدفاعات الجوية التركية. وبالتالي هذا الأمر ربما يتعبر عنه بأقصى انزعاجها أنقرة اليوم، ولكن الإشارة أن مصادر الطاقة لدى تركيا هي تنبع من إيران ومن روسيا. 70% من مصادر الطاقة التي تدخل إلى تركيا تأتي من روسيا، فبالتالي هل ستكون هذه الحرب هي تؤثر على مصادر الطاقة التركية أم لا؟ هذا ما سنراه خلال الأيام المقبلة.